كيوت جير. كيوت جير. كيوت جير طبعا انا كيوت جير حقيقي طبعا. اهلا حماده، انا معجب جميلة. رأيت مسنداتك للثورة بكل أبدانك، ولكن لدي تعليق واحد هو على أغنية شهداء. أرى أن مستوى الكلمات كان ضعيف لغاية. بص أنا مش هدافع، بص هو في شخص صاحبي طبعا أنا بشكره، يعني مفيش مشكلة خالص. الغنوة دي الحمد لله بفضل الله أول ما نزلت كانت ليها صدى كبير قوي، لأن الكلمات اللي جوه كانت تتكلم على الناس بجد. كلمة شهداء 25 يناير، ماتوا في أحداث يناير، راحوا فرقوا الحياة. في ناس بعد تاخدها بقى تهريج، بس هم للأسف لو أنت حسبتها كشاعر، أنا مش بدافع عن الشاعر، لو حسبتها أن عندك زي الشاعر الكبير أستاذنا أحمد فؤاد مني كانت عجبه جدا، لو حسبتها شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير، إيه اللي حصل كمان؟ هل الشهداء دول ماتوا 25 بس؟ لا خالص، ما ماتوش 25، فمن يوم 28 لما حصل إن كلهم قالوا يلا إن دول مالهمش لازمة، اللي وقفوا في ميدان التحرير دول مش ميدان التحرير في كل البلاد، فقالوا لا دول هيخربوا البلد وهيفتحوا علينا فتحة سودة. موتوهم أرواح، منهم شباب سابوا عيالهم، منهم بنات كانت على وش جواز خلاص، لأن أنا رحت بيوتهم ورحت لأمهاتهم في خدمة الأم، تشوف بعينيك ماتوا فعلا في أحداث هناك، مش ماتوا في 25، ماتوا في الأحداث اللي هو لغاية 30 يناير، لكنهم مظبطين إن في الثلاث أيام دول عايز دول يموتوا. فراحوا فرقوا الحياة، يعني لازم نتفاهم بيهم، إيه المشكلة في الكلام ده؟ لكن انا مش ضد، انا بس ضد حاجه واحده، اذا لقيت كام واحد كده مشي ورا الصحن فعملوا لهم تهريج ان هو بيهربوا على مين؟ على الشاب اللي ساب عياله ومات. انت عملت تهريج عليه، على الراجل اللي فضل حبا مكانه ومات، على البنت اللي نزلت هي وخطيبها وكانوا بيتمنوا ان ربنا يكرمهم يتجوزوا على نظافه في بلدهم وحياتهم بجد تبقى بادئه كويسه، وهي راحت وسابت خطيبها وراحت عند ربنا وبنتها بيها ان شاء الله. فانا انا نفسي مش هدافع عن الشعر، انا الحمد لله انا بكل فخر متاكد ان الغنى بفضل ربنا نجحت الحمد لله بفضل ربنا، رغم ان انا ما بتكلمش على اغنيه، بس انا اللي كانت مشكلتي اللي انا عايز اقولها ان دول شهداء حتى ما ينفعش ان احنا نهرب ناحيتهم. وانا واثق ان اللي عملوا كده ناس مش تبع ثوره ولا اساسا كانوا بيفكروا في التحرير، ده اخرهم كانوا بيقفوا في ميدان الجيزه. تمام؟ فات. محمد فنان الثوره، انا مرجع لك تصوير بفنك وبحب اغانيك كلها وبهنيك على اغنيه شهداء 25. والله يا رب، والله احنا مش مرتبين عندنا قسم بالله. موجود انت شايفين يعني. انا بشكرك طبعا، والله يرحم الشهداء امين يا رب، وجعلنا زيهم يا رب، لان يعني هم في حته كبيره قوي، حته دم جدا احنا مش يا رب نوصلها يعني. ان شاء الله باذن الله طبعا حقوقهم مش بيضيع خالص. والمغرب انا طبعا لو زرتكم كنت فرحان بيكم جدا، لان انتم شعب طيب جدا وخلوق يعني بجد. واشكرك يا فات. فات ايهاب، انا عندي طلب منك، يا ريت تهتم بيه. طيب اهتم بيه ان شاء الله. يا ريت تهتم بالاغاني الرومانسيه اكتر، ويا سلام لو عملت كام اغنيه سلو بس يكون فيها كلام كتير، يعني ما تبقاش كله مزيكا، يعني بيبقى فيه كلام كتير تمام. ويا سلام لو عملت حاجه طربية رومانسية برضو. بالنسبة للأفلام أنا نفسي تعمل حاجة جامدة، يعني فيلم حلم العمر، فيلم دسم وتقيل. أنا بقى نفسي تعمل حاجة تقيلة زيه بس تكون رومانسية. والله أنت راجل جامد جدا وعندك حس جامد، حس بيا يعني، نفسي أعمل كده، بس أتمنى إن أنا أعمل كده يكون موجود
المؤلف المخرج الملحن الناس الجامده دي ان شاء الله، ونعمل حاجه بالشكل ده ان شاء الله باذن الله. علاء الدين، السلام عليكم يا حمال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علاء كيف حالك؟ كيفك؟ انا بسمعك من زمان قوي لما كنت في الثانويه العامه، كنا بنغني اغاني في رحلتنا، لكن صراحه مش عجبتني اغنيه الثوره، حسيتها متكرره ومبتذله ومضروبه في الخلاط. بلاش والله ما زعلان، بالعكس ده رايي، دي رايك، ولا في اي حاجه من حاجه، بالعكس انت بتعمل حاجه. احنا مطربين، عشان افهمك علاء، والله العظيم انا ما زعلان منك. احنا مطربين عاملين زي مثلا بنعمل حاجه، مش كل حاجه بنعملها بتبقى صح، مش كل حاجه. انا برد الغنوه الوحيده اللي رديت عليها هي غنوه شهداء، بس برد عليها بايه؟ ان ده شاعر ممكن تكون راحت منه حاجه، بس هو ككلام ما فيهوش اي غلط لو سالنا كل الشعراء، لكن هو ككلام انت ما عايشتش اللحظات بتاع التحليل. لكن غنوه الثوره انا مش عارف اني غنوه الثوره مش عارف، لو هي شهداء برضه دي حاجه ترجع لك، الله اعلم. لكن انا مش زعلان منك علاء والله، وتمام اللي انت كنت بتسمعني، يعني الحمد لله انت كنت بتسمعني وانت في الثانويه، دلوقتي ما اعرفش انت في الكليه، بس انا كنت على فكره كنت قبليك ان انا بغنى عن ثمان سنين، ما تكبرنيش بقى على الجدع. ده نفسه علاء؟ سؤال اثنين، انت شايف ان الثورة تركب ظلالة على العمل الفني انتحار الحزب وايه؟ ويرتقي ويرتقي، وهل تقبل الغناء مع المتحولون؟ الغناء مستوي. تمام، انت بتعيد نفس السؤال يعني. تمام، بحسك قريب للدين على فكره وفيك ايمان، هل تشعر بالرضا على نفسك؟ عاوز اسمع منك بقى غنوه محمد نبي عليه الصلاه والسلام وخلقتني انسان ضعيف. طبعا انت جاي من اهم الغنوتين في حياتي، انا في الاخر طبعا هنغني، يعني احنا هنكتب الاغاني للناس الله، هنحاول نعمل لكم كاتوكتيل كده. برضه هنرجع للسؤال اللي هو مع المتحولون ومن الناس اللي هدمت الثوره. انا مش يعني انا مش ضد حد، علاء دول فنانين، يعني احنا يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني عارف لو هو الفنان ده سرق حد او قتل حد او جري ورا اي حد يقتله او عمل، ممكن اقول لك دلوقتي ده احنا يعني ما يعني هو في الاخر هو مش عارف، يعني انا ماشي بمبدا يعني اللي سامح كريم مع ناس لازم تستاهل السماح. ان شاء الله محمد مدينه هنغني ان شاء الله. شكرا لعلاء الدين. سلمى عادل، سلمى من مصر المنصوره، اهلا باهل المنصوره. هل لديك اطفال؟ متى نستمتع الى البومك الجديد؟ وما هي اخبار اعمالك الدراميه؟ واريد منك حفل المنصوره ان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله. بص يا سلمى، انا عندي الحمد لله بفضل ربنا اكرمني دراما بنقول الحمد لله، ربنا يبارك لي فيها يا رب الفضلي، وعقبال كل واحد يسمعنا ان شاء الله. في المنصوره ان شاء الله قريبا هعمل حفله تكون تليق بالمنصوره ان شاء الله، واحتمال تبقى في الجامعه ان شاء الله. طب اشكرك على سؤالك يا سلمى. البوم الجديد واعمال الدراميه، هقول لك يا مستر اعمال الدراميه، انا كنت عامل قبل يعني قبل الثوره كنت بعمل فيلم مسلسل ابنهم او حبيب ماما، مش عارف انا الاسم اللي اخترناه. هو ما توقفش عشان خاطر الثوره، هو بس توقف عشان خاطر يعني السيناريو، ما كملش عشان خاطر المؤلف يعني استاذ محمد البتروسي. محمد البتروسي كان عنده مسلسل تاني كان متعاقد عليه قبليه، وكان فاكر المسلسل ده مش هيشتغل يعني شايفين، فلما المسلسل اشتغل الراجل بكل ادب وبكل شياكه اعتذر لي، قال لي لو حاول ان احنا نبقى رمضان 2012، قلت له احنا وظروفنا ان شاء الله يعني. الالبوم احنا شغالين فيه، انا طبعا كنت شغال فيه قبل الثوره، بس هو قريبا هيبقى موجود ان شاء الله في السوق، او ممكن انزل بسنجلان ان شاء الله، انا بسنجلان ان شاء الله. سارة ليلى معاك طبعا، يا سارة معانا في موقع سارة من الشرقية، إسراء إسراء هلال، وفي سارة احنا عندنا سارة وعندنا إسراء، إسراء هلال
دي انت اختي من زمان يا اسراء، انا عارفه كويس ومش شرقيه من عندنا، واسراء دي عملت يعني عملت حاجات كتير قوي على الصعيد. طبعا انا بشكرك يا اسراء لان انت انسانه محترمه جدا، ما اتكلمناش غير مرتين تقريبا في على التليفون، واتمنى ان شاء الله ان انت قريب ان شاء الله يبقى في لكل الناس اللي تعبت معايا على السايت عندي ان شاء الله. لازم في مكافاه كبيره مش مكافاه ماديه، لا احنا اللي احنا نقعد مع بعض نقضي يوم كلنا مع بعض نفكر فيه في الايام اللي جايه اللي احنا نعملها ان شاء الله. اسراء بالنسبه لك طبعا سؤال اكيد متوقع، الالبوم الجديد لا الالبوم طبعا ان شاء الله انت عارفه، ويا رب ينزل ان شاء الله، يعني مش عارف هينزل على عيد ولا هينزل امتى، بس اول ما يتحدد ليه وقت يا اسراء. مرحبا بك كيفك؟ انا شاركت كنت شاركت بالثوره، ممكن كلنا عارفين هل انت خاصم برضه بنرجع احنا لكل انا ما بعرفش اخاصم حد، ما احنا ما ينفعش في الاخر احنا عايشين في وطن واحد يعني مش عارف، انا مش بعرفش اخاصم حد ما بعرفش يعني، بس على كده بقول له انا زعلت منك وخلاص، وحاسس ان هو بعد ساعه ساعتين لو بيصل احنا بقول الحمد لله خلاص ما فيش مشكله انا سامح كلمه. بس انا من طبيعتي حتى لو ثوره وانتصار لو في عمل كويس مع ناس وكويس وحاسس الناس داخله بنيه كويسه والناس دي صادقه فيه هجري ده واسع ان انا اعمله ان شاء الله. بشكرك يا نجلاء، نجلاء احلى يا نوال، نوال ولا نوال؟ بنول يعني ده بنول مع علاقتك بالفنانة التونسية درة اسمها درة زروق تمام درة، وعندي هناك أي مشاريع قادمة. بصي درة أنا اكتشفتها من فيلم الحب كده، كان مش كفنانة يعني فنانة معروفة، بس اكتشفتها كشخصية شخصية متواضعة جدا وشخصية هو برج الجدي دايما كده بيبقى طيب، لان انا اختي جاني فمعشرهم كويس، لان اختي انا معشره جدا وشفت ناس جدي كتير غدا عادل بجد برج جدي لقيتهم ناس طيبين قوي. الحب كده فينا احنا كنا بنفكر نعمله بس ما حصلش نصيب يعني. اشكرك يا جمال. ازيك يا حماله؟ اتمنى انك تعمل اغنيه رومانسيه للافراح. السلام عليكم. هو ده الشغل بقى، هو ده. ان شاء الله على فكره انت يعني ممكن يبقى قريب يبقى كده، ممكن يبقى في الغنى كوكتيل. ايه كوكتيل ده؟ يعني الاسماء المغاليب وكده واسمه كوكتيل فعلا؟ والله كوكتيل بجد. طب يا عم انت اسمه على الموقع؟ اسمه على الموقع كوكتيل. يا عم انت جميل طبعا. اولا منور يا ابن البلد، يا ابن بلدي يا شرقاوي. انت كده كوكتيل يا معلم. يا ترى حضرتك الله يخليك انا يا عم مش حضرتك. تفتكر مصر ممكن تنهض سياسيا تاني بعد فتره زمنيه؟ ان شاء الله تنهض باذن الله. هقول لك ليه؟ ان شاء الله زي ما ربنا بيكشف الناس الظالمه، ربنا هيكشف برضه الناس اللي عامله ثورجيه الظالمه برضه في الفتره دي ان شاء الله باذن الله. ربنا هيكشف ناس كتير قوي عشان البلد دي تقوم على حيلها تاني، لان زي ما في ناس قلتها بتحب البلد دي وعايزه تقومها، في ناس تانيه بتمثل هي بتحب البلد دي وعايزه تهدمها بطريقتهم يعني. الله يسامحهم.